شاني شاني هذول هنا جسار هذول جسار لا لا طلعت خطيرة جيتي خطيرة انت صح سي مربوع هذا تحية سي مركوس ربما عطيها عطيها تيتي واش عطاك شي واش عطاك واش سوفيت مون عطاك شي سوفيت مون اخرى من تحت واخا خويا مرحبا السلام ورحمه الله تعالى وبركاته سلام خويا الحسن هذا النهار هذا اشنو هو هذا النهار هذا نهار خاص باختي رشيده اكيد اليوم جينا ان شاء الله باش نفرحوا ولو غير شويه يعني اليوم خاص بها بوحده ياك بلا والله العظيم الله يعطيكم الصحه صافي نختار شي حويجات ان شاء الله ونختاروا معنا حنا كذلك او ديك السبب ديالك لا تعصى انا كنت معمر مستسيري يمكن غادي نزعم صافي شوكي جاي انا قلت غير ديال رشيده تيتي اش ما نديرش ما نقول انا غير غناخذ الراي تنرجع تنهارك تنهار صافي على مولانا ان شاء الله يا ربي اكيد اكيد بعدا كي جات اختي رشيده راه الدراري هذه البيسه الاولى خلاص ماشي اصورتي معاه بصح داكشي اللي كاين والبيسه هكا جات على رشيده على هذا الشكل هذا شوف هذا غزال عرفتي بارد امور هاد اللباس امور هاد الشيء غتكون ان شاء الله يا ربي واحد المناسبه ما غاديش نقولوها دابا اكيد سكات حسن ياك غادي نبقى ان شاء الله ودابا وغادي ان شاء الله نفرحوا بها هاد النهار انا فرحانه بزاف والله العظيم ما كرهتش نلقى بزاف الكساوه تبقات تلبس دابا شنو يديروا معاكم دابا شكون خسر هاد الكسوه الاولى الرشيده بعدا انا عجبتني هاد اللون صافي هذيك سوا اختارتها تيتي وغادي نخليوها حصه حتى هي تختار شي كسيوه ان شاء الله يا ربي باش غنشوفوا انا دخلت نيشت على هاد اليوم غنلبس على ذوق البنات اختاروا لي انا لابسه يلاه وانت صافي شوفوا حفصة هادي جاي عندك انتي صار بلاتي شوفوا حفصة بدا شنو اختارت الرشيدة انا عجبتني هادي ولكن رشيدة بغات شي حاجة اللي هي طويلة اللي كتعلق بهاد المناسبة هادي ياك بعدا غنشوفوا لها شي حاجة اللي هي طويلة ان شاء الله وزوينة واختي رشيدة غنردوها عروسة اكيد وراها رشيدة عروسة ديما الحمد لله غنمشي نفتش انا دابا يلا قلبوا غادي نزيد ندور معكم مازال ورشيدة هي بهاد اللبسة هادي رشيدة بقاي معنا ان شاء الله يا ربي واش انت اختاري رشيدة الا عجبتك شي حاجة ولا هذا نشوفوا حفصة شنو تدير لنا هانتوما كتشوفوا المحل تبارك الله في ازرو اللي متواجد عند الاخ جواد اشنو كاين شوف ما عجبكش هاد لاكولور زوين وايلي 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 هادشي مليح تبارك الله هادشي وهاد الجوج اللي ما عجبونيش هادي وهادي هادي وهادي هادي وهادي ساعد رشيده باش تبدا تبدل تعملنا هنايا هاد الجوج اها وشو هاد اللوين تاهو كي داير عند الاخ جواد خاصه للمشاهدين وشكرا بزاف القناه محبوباتي اليوم كليان ديالي سنين هادي ونيشان نيشان ديما معقولين الله يكبر بك اخو جواد اللي بغات شي عند الاخ جواد اكيد شي حاجه 100000 مره والحاجه اللي نوصيك عليها تعاملنا مع الكليان اللي تيجيو عندك تيجيو سميت ديال محبوبات تي في اخو جواد مرحبا اخويا الحسن مرحبا الله يكبر بك اخويا جواد وغادي نرجعوا ان شاء الله يا ربي دابا عند بنات هنايا اش انت صاش نفصل انت سامتيني هادي جاتني كلاس هاد الوريدات اللي فيها مع شيشان غادي يكون حاسلي سامبل غادي تجي فنه والصراحه انت صار بغيت نقولك واحد الكلمه ولا هذا النهار خاص برشيده مازال العريسات راهم ديما معنا الحمد لله مازال ماكسيموم بغيت نقولك انت خساري شي حاجه هديه من ليك والله القسم الله يرحمها والله القسم ضروري تخسري شي حاجه بارك عليك هاد اللمه معاكم وهاد الضحك وهاد النشاط والله الا بحالي خديت هاد المحل هذا كامل والله انت صار خوضي عاد نقولوا حنا تجيو طنجه عاد نحصلكم لا خوضي ان شاء الله خوضي 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 شوفي شي حاجه شوفي شي لبسه انت وشوفي خسروا لي جوج الكساوين كلهم واحد وعاودوا خايفوا صار دابا حنا بغينا غير شي حاجه تقولي هادي شريتها لي شراو لي الدري ديال ام حليمه هلي خطيكم صافي مشات صافي صافي يلا اختاري وعزي ان شاء الله يا ربي شوف شنو اختارت دابا عجبتني هذه هاد السيم المحبين ديالو تاع هادي انيقه هادي زوينه ولكن تتبان بحال صغيره هادي حصه فيها لي طايكو فيها لي طايكو كبار ياك فيها كبار ايوا عطي الشوار رشيده هي ما كتزعمش رشيده شويه على اللون اللون خلاص رشيده غتلبس وتشوف اللي بغات انا صراحه بيني وبينك زعما بالمناسبه خص شي حاجه بحال هيداك ياك المناسبه اللي كاينه هذا مشيت لهاني باغا تحل المناسبه دابا الناس غيبقاو يقولوا شنو هي هذه المناسبه اش من المناسبه هذه انا راه كنت مرضي هذيك السيوان بالنسبه لي انا بغيت شي ان شاء الله باش ملي تكون ان شاء الله عندنا شي جلسه ولا شي حاجه في القضاء ان شاء الله ندخل عليهم قضاء الاسره يا
واش اخويا راه المحكمه هذه انت ديال كولور ديالها انا شوفو هذه زبونه تاعي والله الا واه حتى للسيفون هذه زبونه صافي لي كولور ديالها حتى هذه تجيك واه دير انت صافي وتالي كولور مختلفين في لافيست كتلقاها خطره في الغوز خطره في البلو خطره في الكامل سير سير شوف انت صافي سير تقيس ابا غنتسناو دابا شوفو هذيك نعطيك معها شي بونطالون نوار غادي تجي مزيان وطيها شي ساك طيها شي مالي طحايله وشي كابيتر مالها واش دابا انت صافي دابا واش هذيك ليك ولا المهم ليك ولا المهم هذيك قولي لي حنا شوف هذا النهار غادي نخليوه الرشيد انا مزوق انت لا خلي وليدي ديالي بوحديتي تتعملوا الفيديو ديالي تسيوني من اطلنطيك مشات فهمنا دابا غادي نخليوكم تختاروا ان شاء الله يا ربي صراحه عجبوني انا بالنسبه لداك الشيء اللي كنلبسو كيخويا اها ها الستيل ديالنا حنا ما كنلبسوش داك الستيل يعني هكا سامبل وكيكون عراض صح وانا هادو الصراحه وها انا من عشاق هاد الستيل هذا انتما البنات وضعوا عليا يا سلام انت داخل في هاد المارون هذا زوين زوينه يعني كتلبس معاها كسريوي ديال شوفوا شوفوا بلاتي بلاتي انا اللي خرج المارون راه كيعاوني بلاتي ها سير ولا لا ما عرفتش الماكا ديالي يلا شيفوها شيفوها يلا كنقدم لكم السيت اللي اخترت انا شوف هاد الاطلاله الجديده عندنا المعيار هذا تسوي ناديه والله الا جات يا سلام ولكن انت داك الصفر الاول واعر الصفر هذا جاي يعني هذيك الوردات ديالو خفافين صح صح مع شيشان هيدا غادي يكون في كولور واحد اللي غادي تجي فنه هادشي اللي كان بالضبط يا سلام يا سلام يلا زيد باقي شي حاجه اخرى فين هي حصه داكشي ديالك صافي شي حاجه ها كرشيده هذه عسين هذه بحال اللي رشيده كتب شي كلاس انا البيض ما عندهاش مع الشاق ديالو حسن هذيك فيها خويا الكولور ديالها ياك في الالوان لا كولور كيف كان نوار وكاين فيها البوردو ايوا صافي ها انت غادي نعاونكم حتى خويا جواد في الالوان انا تيعجبني الكلاس شنو حصلت تما كاين شي ولا والو كلشي كاين تبارك الله يلاه جبدي وبيني لينا شنو كاين تما وهذا باش نعرفوا انت واش عندك الدوق حفصه واش ما عندكش واش انا كلشي غادي هذه غتاخذي هذه رشيده ان شاء الله يا ربي جاتك زوونه ضروري واش هذه جاتك زوونه هذه غادي نخدم خذي ماك هذا النهار نوتك خذي اللي بغيتي يا رشيده الله يودي نهارك هذا ان شاء الله يا ربي وغادي نخليو حتى حفصه شوف عوقيس هذه رشيده رشيده شوف شنو بالك هذه هذه غير خدينا بحال هذا الموديل وكاينه هذا الميجه هذه هواده شنو بالك هذه هزتي شعره رشيده عندها بحالها حتى انا عندي بحال خدينا الستيل هذا عاد غيجيك مزيان انت ما خاسره ولا قيسي اشنو تما حصه كاين شي ولا هذه جبات رشيده جبتها ايوا صافي عطيها انت هذه عطينا الدق هذا هذه واعره هذه تجي خطيره غتبدل فيهم ايوا بغينا انا شي حاجه مفتوحه بهاد المناسبه راه شنو بغينا شي مغلق راني شان اكيد صراحه المفتوحه هي هادي وشي طونوبير كلاس ومعنا وطول شي غيكون زوين لا كلاس لا كلاس انتصار وفين اختاريتي انت انتصار انت اللي عطيتي دابا هادي اللي دخلت بها زين نشوفوا هادوك جديد البات ونشوفوا عاوتاني هاد جديد البات هادو معلقين بالالوان والله غزال حتى مولاه زعما صراحه انا عرفتي اش دابا عرفتي غزاله شوف شوف هادي شوف خفيفه ومزينه نيساني الفيري ناسق الالوان عاتيني كيف حاجة ناقصة شوية الثمن على الحسن هذا دابا جا هو تيقاد ماشي خرج شي محل تبقى تسمعي غير 10000 ريال الفوق الحسن شنو تما شري لي هادي قال لي هادي ما غليضات في خدمتي هادي ما غليضات في قسماني حدايا وغادي نسيتي قدامي ياك ياك سالا خاصها دير الريجيم والله القسم خاصها تبقى شوية تيجي اه تيقداش تبقى ازال غادي ندخلهم شي اصال بقاو يترينيو ما كاين غير نطريمو ديك الساعة تما غنديرو شي بيت تما في الصح ها لا لا والله الا زوينين الساك هادي رجيله د رشيده نيشا غزاله بحال رشيده واه هادي زبونه رشيده عندها رجيله حفصه عندها موين انا عندي لا كروند رجيله واه شحال كنتي شي 36 36 لا ما تكلاصاش قلت لك تيتش رجيله والله الا حضرني والله الا حفصه راه جايه تبعك ياك والله راه جايه تبعك والله الا جايه تبعك بالله شحال كره لا مثلا واحد شي يقول قد والله القسم الا 42 43 انا بلاتي شويه شنو هاد الشيء هاد السبيله هاد الشيء سلام جراد تجي جراد هادين جراد ولا جرك وحده بجوج هادو واعر انت زوينين والله الا فنيتو عاشرين هاد اللبس شو انسان نوع شويه من زمان شويه من خويا جواد بالنسبه لختي انتصار طلبات لها السميجات هادو في الكومونتاي اييه هما بالكولور ديالهم راه حتى انت يا سلام زوينه تبارك الله انا محبين كاملين اه
بالخصوص هاد الالوان هادو بعدا. شوف ما عنديش مشكل في سبحان الله في الوانات اي لون. هاد الوان هادو علاش اصلا هاد الوانات هما اللي طوندونس ديال هاد العام. صافي عطيها شي واحد قيصه ملي بغاتها بغاتها وقيتيهم هنايا صافي عطيها شي وحده. اللواز ديال تيتيش، واز ديال حصان، واش ديال انتصار، وكيجا ولباس، وغادي تعطيونا الاراء ديالكم ديال شنو هي هذه المناسبه ان شاء الله يا ربي باش نوجدوا، وغيكونوا بزاف المفاجات اكيد في القناه ديالنا محبوبه تي في، ومازال بقوا معنا كاين مفاجات. انا اللبس بحال هذه كتجي صغيره حدانا، انا لا حاجه لا ما كانتش تحت الركبه ما صافي ماشي مشكل. اختيار ديال انتصار باء ابي الفشل. صافي انا لابسه هذاك الاختيار الثاني هي لابسه الاولاني، دابا هذه ديالك اللي لابسه هي. صافي راه مزيان صافي برافو عليك. فين عطيتيها دابا انت هو احصى؟ هذيك مغلوقه ما بغاتهاش. عطيها لي رشيده، عطيها لي اقتراح ديال تيتيش. يلا عطيها هذه عاوتاني. رشيده دابا بيضاء كلشي اللوان كيجيو عليها، غير هي والدق ديالها حتى هي داكشي لما نرتاح غتاخذها هذه. جاتني مزيره. ايوا صافي اختاري رشيده، لبسي هذه ديال الحصاه عاوتاني ان شاء الله يا ربي، وغنشوفوا شنو كاين. اكيد دابا الاختيار تيبان لي شاعل هو ديال تيتيش، تيبان لي الصفر هو اللي هو اللي ارتاح ليه تيتيش. غنشوفوا هادو شنو تيختاروا عاوتاني هنا شنو داكشي. مازال ما قشوش هاد اللون اللي غادي. هادي صغيره، هادي غادي تزيد. هاد الثوب لو كان ما كانش فيه الخياطه هادي كيعجبني هاد لي كولور هادو. صح او زقوزه. هادي كيجيو واعر. حتى هذا عجبني، فيها تقيس هذا. لا ما غاديش تجي. صح. واذا نجي هادي. والبريباراسيون ديال المناسبه فين وصلنا فيها انت اسا؟ دي الحسن هادي غزاله. دي واللي بغيتو. النهار رشيده. لا باش تلبس حيت حنا عندنا. لا حصه غادي غادي ماشي مشكل غادي. انا عجبتني هادي. قيسي هادي. ما تبيعوهاش. لا هادي انا عجبني الثوب ديالها. هادي عندنا في المناسبه. راه وحيده اللي لبسها هادي. هادي الصراحه اللي حيت ما كانش حاجه. صح طايره في اللبسه. الله يوت. عطيها رشيده تقيس. يلاه عطيها وتقيس هاد النهار ديال هذا، وتا الا بغيتو انتم ديروا معنا الكواليس ماشي مشكل. كواليس. حيد عليها هادي وخلي حصه. حتى غتجي هذه زوينه، عجبني هذا الكولور هذا واعر. كاع صحيت هذا السمطاري. لا واعر السمطه خلال خلال الجوات ديالها. طلع الدم يتفاهم معاه. يلا حصلي دابا واعر. لا السمطه معطى واعر. لا السمطه معطى لا زول السمطه. لا 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 واش غادي تجمع؟ هاد السميطه خصها تكون غير اصلا عندها هذا سميتو. لا نطهر نصونجي لا سيباغ. لا 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 سميطه خفيفه. لا سميطه خفيفه. انا ندير فيها شي حاجه. لا كاينين ما خليكش. خليوك انت. اما هذاك اللي خليها اللي جا ناس خلوا راسه وعطيه اللي جا خلوا راسه عطيه. والله القسم بالله هانتوما كتشوفوا هذا الكولور بغاتو حصا، بغيتي تديها حصا؟ يلا شوفي قيسي شوفوا ان شاء الله يا ربي. هذيك ولا هذيك هذيك؟ انا عجبني هذا واحد الكولور ديالها. هذا شويه مفتوح هذا اللي اخترتي في الاولى. هذا احسن هذا شويه بحال اللي فات. هاد الالوان هادو انا كيعجبوني هاد الالوان. واعرين بزاف، وغنشوفوا دابا رشيده بالحله الجديده عاوتاني. عليه تعود. اكيد هذا احسن من الاخر عاوتاني هذا. هذا جاني احسن من الاخر. هذه احسن من اللي عطيتيها في الاولى انتصار. هذه عطيتيها انت دابا؟ لا هذه عطيتها لي انا. المهم زعما هذه الصراحه. شوف كل وحده وجاتني فكره رشيده. الصفرا وهذه، لا هذه واعره تاخذيهم بجوج. شويه جاتني ضيقه هذه. ما كاينش شي مرات دافا ديالها شواد. واخرى هذيك اللي فيها البيض وهاد الكلوريدات. هذيك مريح. هذيك اللي كانت لابسه قبل. هذه والله الا واعره بالله، والله الا جاتك زوينه. هذه تدخلي معها هذا. تيلي كتبان لك رشيده. شال في هذا الصفر ما ديريش في المروحه. مرة كثير. شوفوا الاختيارات اكيد. اش ما سي صح. واتينا كتشوف كنعملوا دابا كنشوفوا رشيده في الحله الجديده. بيكي شوف 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 شوف. السيده غاتشوف. انا شفت لكم رجلي صغيره، رجلي صغيره راه مزيان. والله الا ماشي حنا لبسنا باتير الفلوكه اللي خارجه ديال الحاره. شوف ديري انت هكا وديها شاشات. جاوا خليك عارف السردينه ديال ياسين. اش دابا ماشي تا رجلين عندك كبار غير منفوخين؟ لا ندير رجلين عامرين. ياك عامرين هذا هو المشكل. هي اصلا تا كيلبس ياسين سبرديله. عاد كتعاودها مورا. كاين الموديل فيه لي كولور ديالو وكاين هذا الموديل هذا بلي كولور ديالو. تبارك الله عليك اخويا. الموديل هذا بلي كولور ديالو. كيعجبني في جواد انا ديما بالشهد وديما تيجي بشي حاجه طوندونس اكيد. شكرا. الله يكبر بك. اقترح عليها اقترح شي بالغين عاوتاني الا بغات شي حاجه. ورينا نشوف اخويا جواد. ندير شي بالغين باش تمشي مرتاحه اكثر. ورينا اخويا جواد اكيد علاش نشاركوا مع المتتبعين. غنشوفوا مع اخويا جواد البالغينه كيفاش غادي تجي اكيد. كاين بالغينات بحال هذا الشكل هذا. واعرين واعرين. هما اللي ضاربين دابا التاليين. زوونين. شوف كاين ايزيات بحال هكا. زوون. هاد البيضاء واعرة رشيدة. واعرة هادي. صافي زيدي هاديك عاوتاني لبسيها. انت شوف اخويا هاد الموديل هذا تا هو. شوف هاد الموديل هذا تا هو. الانسان يعيش وي.
استمتع بالحياه اكيد. خلينا نقولوا له حنا ندوخوها. شوفي اللي بغات. انا اليوم قلت لك عواله عليكم. اساسي الاختيار ديالك غيكون هادي زوينه قيسي في الرجل شوف فيهم جوج كيجي عرفتي مريحه لك. وهادي اش كدير؟ اش كتشري؟ في المناسبه واش خربات ولا مازال؟ خربت ما بقى لا ما تبقى لا الى القاضي. لا الصراحة لا صافي لا رشيدة ما عصقلش عليا لا نمشي بحال أصلا ما عصقلش عليا لا 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 شو؟ لا جيت في الرجل؟ لا جيت واعرة ولا جيت غزالة قسما بالله رشيدة تستاهل أختي كل خير نفسي وتعاودي فيها إن شاء الله يا رب. لا صافي كي قالت مولاتها خاصة لا أنت اللي كنتي عارفة دابا أنت اللي كنتي عارفة اسمع حصلت في الاختيار ديالك انت دابا حصلني مازال لا صافي الصفرا التي تهي الصفرا وهاد التاليه صافي تاخذ هذو جوج وديك البالغينا ولا بغات دير زيد ديك السنيده الصفرا زيد راه باقي الشيلان باقي تمشي تسال صندالة لا ياك صندالة بغيت انا شي وحده تكون بالسمطة السمطة احسن واش جري باش ما يمشي ليش الفران الله يرحم الوالدين كنقول لك بلاكات مزيانين هذيك راه غتزلق ملي جيتي لا صافي غير تجيب شي حاجه صافي باش دابا المناسبه راه رشيده غدوز دابا ان شاء الله البريمير ربي بيكو برشيده ولا طومبي صغيره بيكو صافي لا عالي عالي غنديو خدامه ان شاء الله يا ربي اكيد علاش لا ان شاء الله دوز البريمير كاملين والانسان يتكاجا مع الحياه كل هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وحنا راه ماشي كنتبهوا عليكم راه حنا غير كنفرحوا اختي رشيده الله يعني اي واحد تحت الرغبه ديالو يعني شي حاجه نلبيوها ليه الله يعود. ماشي مشكل حنا عرايسات بحال بحال وكيكسينا اختي رشيده ان شاء الله العقبه الحفصه والعقبه ليا ان شاء الله حنا كنتكساو ديما راه ديما كنصوروش معكم داك الشيء ولكن اليوم نهار خاص ديالها بصح لحظات جميله لحظات جميله ياك اخويا الحسن لحظات الجميله كتقاسموها معاها اكيد اخويا هو داك الشيء اللي كيتقاسموا غير اليوميات ديالنا وكنحاولوا ولا نديروا علاقات زوينه مع الناس و... هذا اللون حتى هو كيعجبني اه اكيد اكيد وتحيه لاختي زهور واختي ندى راه تبارك الله عليهم بيسات زوينين وتحيه لاخت ام اميره الفاسيه يعني بزاف ديال الناس تعاملنا معاهم ووفاء حتى هي ما نساوهاش والزوج ديالها قفطان وفاء بزاف ديال الناس تعاملنا معاهم الحمد لله اللي كانت عندهم داك الشيء زوين وقدموا لنا حوايج ديالهم زوينين تبارك الله كيقدموا هذه هي الحياه داك الشيء اللي كاين كل مره تنكونوا في محطه كل مره كنتعرفوا على ناس جداد ياك احصى صح يعني كلها التجربه ديالو والحياه كلها غير تجارب والواحد يستعد لاي حاجه ويكون كابابل كابابل داكشي اللي كاين بالضبط وفي التالي دابا غادي نبقاو ان شاء الله يا ربي نخليو رشيده الوقت تشوفوا تشوف واش داكشي هو هذاك ماشي هو هذاك وتتقيس وفي التالي غادي نوريهم ان شاء الله يا ربي المشتريات اللي خضينا من عند المحل ديال خويا جواد اللي متواجد في ازرو الزنقه فين كاين اخويا جواد باش فيليستين المحل الرقم ديال المحل 9 اه وانت ما وريناكم التليفون تيخلي لكم صندوق الوصل صافي على مولانا ان شاء الله يا ربي وحنا تنوريكم الكل وتنوريكم الحوايج اللي هما جداد باش اللي عجبتو شي حاجه المحل ديال خويا جواد مفتوح في وجهكم كاملين نشوفوا اخويا جواد هذا الموديل هذا راه دار بالتالي راه فيه الكولات ديالو كاملين اه يا سلام يا سلام تبارك الله عليكم اخويا جواد الله يعطيك الصحه بارك الله فيك كيعجبني الانسان اخويا اللي يكون مشات في الدومين ديالو والله القسم اللي برافو بهذه المناسبه تنحيي الجمهور ديال قناه ليلى محبوبه نقول لهم شكرا 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 بزاف 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 سهل كل خير اخويا جواد انت انسان طيب ومش منك الخير الا ممكن يدعمونا واحد القناه ديال قناه ريتاج اخويا ريتاج الطبخ دخلوا عند ريتاج الطبخ ما كاينش المشكل اخويا جواد خذ راحتك التامه ريتاج الطبخ خلا عند خويا جواد باش تعرفوا حتى الجديد هنايا ان شاء الله يا ربي وانتم مازالين معنا ان شاء الله يا مولانا ياك البنات خليكم دابا تشاوروا يلاه بقاو كتشاوروا شرجع عندكم ان شاء الله يا ربي عرايسه تمي حليمه الناس انتصار دابا ياسين ما عرفناش لاطي ديالها غير سكت ويلي دابا حنا هزينا الكسيوات رشيده صدقنا سرينا كاملين ايوا صدقات انتصار ما لقيتولهاش حنا ودابا مول المحل هو اللي عندي 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 لك جوج ديال الاختيارات طوب صافي باينه غيفاجئك هذا انتصار انا راه فصلتي مخبعه في جلابه لا لا وخاكك معليش انا معاك شتي شنو اللي عطينا شوف كاينه 50 كاينه 48 48 غادي تجي في ناضيه ياك 48 الوينات ديال هاد الوقيته هادي مع بنطلون نوار سروال اه سروال نوار عرفتي غادي نبدلها غترجع وحده اخرى ويلي 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 شوف السروال ما عرفتيش غادي دير عمي با محمد هذا بحال يا شيخ كتجي تجي شوف الا ما جاونيش هادو غنتحر المتتبعين اللي خاطيين انتصار غادي تبدل عليكم بحال ما عمركم ما عرفتوها نرجع بحال السي مربوح انا مش السعوديه وغانم ده انا شوفوا
يلا انتصار احلى انتصار. شوف لك كتقدر توسع اخاي من الباب شويه غادي نسعف حتى العقله يما. يلا سير على اختي انتصار ندير لك بالغينا غادي نجداك باش تخرج شويه. لا شتي تبدلات لك سوا بعدا انا جني وعمري في داك اللون زرق ما عندكش معاه. لا والو يلا انتصار طريقي اسمع احمد شوف يبقى على دارك دابا فين هي انتصار. انتصار دابا ان شاء الله غتخرج بواحد الحله ليا جديده يكرجي لها. يلا انتصار باني انتصار باني يلا صباح حصه كتلبس برديله وايلي كتلبس برديله حصه صافا تبارك واحد لا انتصار صافي واحد حلي حلي عليه نقول لك امي الله صافي غمضوا عينيكم انتصار غتشوفوها في واحد الحله جديده ان شاء الله يا ربي خرجي هلا بلاتي هاي 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 ها الله الا جيتي من ورا يا اختي انتصار بالله العظيم تبارك الله الله يلا برافو عليك صافي جات واعره واعره صح شوف شوف هاي هاي صح والله الا بهرات لا لا موديل مزيون صراحه طال الصحه السبرديله انتصار جوال جواد والله الا برافو ليلو زعما وواسعه كا غتخرجي ما غتوجيش جلابه صافي حيد عليا جلابه صافي كا غادي نديرو ان شاء الله جات زوينه غادي نوصيه ان شاء الله يا ربي الحبيب يعمل لي شي جوج من هادو ان شاء الله اييه والله الا طال الصحه كنشكرك بزاف اخي جواد والهلا يخطيك وعندك زعما خارجه انا مكسيه اذا صافي الطايه ديالي جايزه يجوز يعطيها الصحه وصافي صافي الكاشوار الصحه وراحه دابا الله يقولوا مع السلامه باش نمشيو نقادوا المسائل ديالنا مع السلامه ننتظروا ان شاء الله المفاجاه المتتبعين.